كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. إلى جانب الاهتمام بالرياضة، وعندما أتحدث عن طنجة أتحدث عن الحسيمة، مدينة الحسيمة أيضا تتوفر اليوم على قرية رياضية صغيرة ليست بحجم ديال طنجة، ولكن حتى هي تتوفر فيها مسبح، قاعة مغطاة، حلبة ألعاب قوى، ملعب كبير، فضاء مرافق رياضية صغيرة ديال القرب. حقيقة اليوم النقابة الوطنية للصحافة تحتفل بالذكرى 60 ديالها، ولكن تستحضر جانبا مهما يدخل في سياق الاحتفالات والنشوة التي عاشها الشعب المغربي والمملكة المغربية والأمة العربية بشكل عام والإسلامية بالاحتفال بما حققه المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم بقطر من نتائج إيجابية عززت صورة الإنسان العربي المغربي والإسلامي من جهة، ولكن الأهم أنها أعطت إشعاعا حقيقيا للمملكة المغربية عن طريق الرياضة على المستوى العالمي والدولي. المناظرة اللي كتندرج في سلسلة المناظرات اللي كنظموها على مستوى الجهات في 12 جهة المملكة في إطار تخليد ذكرى 60 لتأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اللي انطلقت بحفل مركزي في مسرح محمد الخامس وامتدت إلى جميع فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طنجة إلى فرع الداخلة، وكل فرع تناول موضوع معين من مواضيع الإعلام المهني المهمة جدا، الإعلام والرياضة، الإعلام والثقافة، الإعلام والممارسة السياسية، العديد من المواضيع. لذلك كان من نصيب فرع طنجة علاقة الإعلام بالرياضة، كنعتبروا هاد السلسلة ديال المناظرات عندها واحد الأهمية كبيرة جدا، أولا لأنها كتاح لينا نلتقيو مع مختلف فئات الصحفيين حسب المواضيع. مثلا اليوم في طنجة سمحت لينا باش نلتقيو أولا مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية ونلتقيو مع الزملاء الصحفيين الرياضيين. وهاد البنية التحتية وصلت 220 ملعب ديال العشب الاصطناعي اللي هو الفروق الهوات، وكاين هادو 7 الملاعب الكبرى منها أكادير ومراكش وطنجة والرباط وفاس والحسيمة وواجد دابا والدار البيضاء، هما 7 الملاعب الكبرى. وكاين 14 ملعب اللي هما بحال أبجيكو، البشير المحمدية، الرشاد البرنوصي. أنا جد مسرور وعجبني الحال، لأنه بيت الصحافة والنقابة الوطنية، النقابة الوطنية للصحافة اللي استدعوني وحصل لي الشرف أنه نحضر معهم ونساهم معهم في المحاضرة اللي عملوا وفي الندوات اللي في المواضيع اللي الندوات وكذلك المواضيع اللي طرقوا لي لهم بشأن كرة القدم، وأنا كنت مساهم وشاهد قريب من المنتخب المغربي بقطر. الحمد لله كنا مساهمين وكنشكرهم على المساهمة ديالهم ومساهمة ديالنا. لأن السؤال تلك هي ديال المناصحة.